لو الحكاية فيها إن فيتو كل واحد يعرف حقه، كل واحد عارف هو نازل علشان إيه، كل واحد من زمار زمايلنا اللي بيحضرونا ممكن ما يكونش واعي بالقضية اللي إحنا بنتكلم فيها، بس لما أخ من إخواته يتاخد ويعتقل من غير ذنب هيحس بالحسرة وهيحس إن طلاب ضد الإنقلاب كاستاذ، عشان كل طالب في مصر مش كل طالب في جامعة القاهرة، طلاب ضد الانقلاب نازلين عشان الشعب المصري مش علشان واحد او اتنين، احنا نازلين نرجع حرية بلدنا، نازلين عشان نطالب بالقصاص لكل زمايلنا اللي ماتوا، نازلين عشان نطالب بالقصاص لأبهاتنا وأمهاتنا اللي اتحرقوا في فترة رابعة والنهضة، نازلين عشان نقول ان احنا مكملين مهما اتقتلنا مهما خوفونا مهما قالولنا انتوا هيتم اعتقالكم وهيقتل فيكم، احنا نازلين عمرنا ما هنخاف. والحركه الطلابيه على مر الزمان لما اتفتح عليها كوبري عباس من الاحتلال والناس ماتت طلعت الحركه تاني ومكمله، الحركه الطلابيه عمرها ما تنتهي، علشان كده احنا كطلاب ضد الانقلاب مكملين ثورتنا ومش هنرجع بيوتنا غير لما نسترد شرعيه مصر المسلوبه وحريه كل واحد حتى لو مش عايزها، لو انت مش عايز حريتك هنرجعها لك غصب عنك لان احنا عايشين معاك في بلد. احنا مكملين واستنونا ان شاء الله يا شباب في فعاليه غدا، فعاليه طلاب ضد الانقلاب كليه التجاره غدا ان شاء الله الثلاث في ساحه التجاره، وان شاء الله فعاليه طلاب جامعه القاهره يوم الاربعاء بعد صلاه الظهر ان شاء الله يا شباب. Oh, wow.